بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، في الفيديو ده ان شاء الله هنحل مع بعض جزئيه القواعد اللي على الوحده الثامنه. الوحدات من الاولى لحد الوحده السابعه، وكمان كلمات الوحده الثامنه دلوقتي موجودين قدامك على المنصه. لو في فيديو معين ما انتش عارف توصل له، في مشكله بتواجهك، فتواصل مع دكتور مصطفى او كلمني، هساعدك ان شاء الله رب العالمين. السؤال الاولاني بيقول لي علي از جوينج تو ذا ستاديوم ليت هيم اي سام تيكتس. بيقول لك ان علي رايح الاستاد، دعه يشتري لنا. وانت عارف ان ليت بعدها مفعول والمصدر دايما، عشان كده ليت هيم باي. ليت هيم باي يعني دعه يشتري لنا. الجمله الثانيه، علي از جوينج تو ذا ستاديوم ليتس جيت هيم اي. انت عارف ان ليت مفعول مصدر، لكن جيت مفعول تو المصدر، عشان كده هنقول جيت هيم تو باي، اللي هي نمبر اي. طيب الجمله اللي بعد كده، مس رجاء هاد هير هاوس اي. عايزك تفهم وتكتب الكلام ده لو انت ما كنتش عارفه، اكتب كده عشان تبقى الموضوع سهل معاك وانت بتحل. جيت مفعول تو المصدر، او هاف مفعول مصدر لو الجمله معناها معلوم. طب لو معناها مجهول، فسواء هاف او جيت وبعدين مفعول والتصريف الثالث على طول. تعال نشوف اول جمله، الجمله رقم 3 يعني. بيقول لك مس رجاء دي هاد هير هاوس هاف او هاد، يبقى انا عايز مفعول مصدر لو معلوم، مفعول باست بارتيسيبل لو مجهول. طيب واحنا بنترجم دايما كلمه هاف وكلمه جيت بمعنى يجعل. فالمس رجاء دي بتجعل منزلها يلون، وبالتالي احنا عايزين باست بارتيسيبل عشان ده مجهول. طيب نفترض ان هي مكتوبه مس رجاء هاد امان بينت هير هاوس، يعني تجعل رجلا يلون منزلها. طب نمبر 4، عادل ايه هي ميد ات هيم سيلف. خد بالك لما اقول لك هي ميد ات هيم سيلف، يعني معنى كده ان احنا نقول عادل طبخ عشاؤه مباشره. وانت بتحل برضه خليك شاطر كده وركز ان ميد ماضي، فما ينفعش نفكر في نمبر ايه ابدا لانها مضارع. وتمام، مش هينفع برضه نفكر في نمبر دي لانها مضارع. انا قدامي حاجه من اتنين، يا اما ان انا اقول هاد هيز دينر كوكد، يا اما اقول كوكد هيز دينر. ايه الفرق بينهم؟ نمبر بي كوكد هيز دينر معناها ان هو طبخ بنفسه عشاءه. لو قلنا هاد هيز دينر كوكد معناها ان حد طبخ له العشاء، وبالتالي هنستخدم نمبر بي، لان في الجمله اصلا قال لك ان هي ميد ات هيم سيلف، يبقى كوكد هيز دينر اللي هي نمبر بي. طيب الجمله بعد كده نمبر 5، اي سبيلد سام صوص اون ماي سوت كوت. انا كبيت شويه صوص على الجاكيت بتاع البدله. ناو اي نيد تو ماي سوت كليند. انت عارف ان نيد تو بعدها الفعل في المصدر، فوانت شاطر كده بتحل بتستبعد، اكيد تستبعد كلمه هاز، لانها اصلا لو هي موجوده هاف كنا خدناها. اذا الاجابه هنا هتبقى جيت نيدز تو جيت هير، او نيدز تو جيت ماي سوت كليند، يعني اجعل بدلتي تنظف. شوف انا بترجم ازاي كلمه جيت بمعنى يجعل بدلتي تنظف. امال لو انا عايز اقولها تنظف كنا هنقول تو المصدر. كان اي بورو يور بايك، ممكن استلف الدراجه بتاعتك. اي كانت يوز ماين بيكوز اي ات ريبيرد، ممكن استخدم عجلتك لاني انا دراجتي اجعلها تصلح او يتم صيانتها يعني. فانت عارف حضرتك ان ات ريبيرد ده مجهول، وبالتالي انا ممكن اخد هاف او جيت. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين، انت بتقول لي انا الدراجه تصلح الان، يعني معنى كده الموضوع ده مستمر، معنى كده ان هتقول لي I am having it repaired. طيب امتى ناخد هاد؟ لو الجمله ماضي، وهاد هاد لو ماضي برضه تام، وهاز هاد لو مضارع تام. طيب اللي بعد كده، I my jeans shortened by the tailor. تيلر ده اللي هو الترزي، انا الجينز بتاع بنطلون الجينز يعني يقصر. يقصر ده مجهول، يبقى انا عايز هاف مفعول باست بارتيسيبل او جيت مفعول باست بارتيسيبل. في الاختيارات مفيش غير هاد، وبالتالي كده الاجابه تبقى هاد my jeans shortened. نمبر 8، regular repetition اللي هو التكرار المنتظم يعني. one learn new words، تجعل الانسان يتعلم، ودي مصدر، يبقى انا عايز هاف. اذا مفيش هاف، خلاص يبقى gets one to learn، فهنستبعد كلمه gets. causes one to learn، عشان cause وget عايزين to المصدر. prepare عايزه برضه to المصدر. اذا الاجابه هنا اصبحت makes one، وmakes one learn يعني تجعل الشخص يتعلم. طيب يبقى انا كده في رقم 8، الاحتمالات المتاحه makes one learn، causes one to learn، gets one to learn، و prepares one to learn. 9، have someone 911 please، we have an emergency here، عندنا حاله طوارئ، فخلي حد اجعل شخصا يتصل. معلوم ازاي؟ يبقى have someone call. وعلى فكره كان ممكن نقول get someone to call. The prime minister will have his press officer a the news tomorrow. رئيس الوزراء سوف يجعل المسؤول الصحافة يعلن معلوم، يبقى have مفعول مصدر، يبقى أنا كده هقول will have his press office announce. طب نفترض إن هي مكتوبة the prime minister will have
his reports announced عشان سيجعلها تنشر تعلن. I had the nurse your temperature أنا جعلت الممرضة تأخذ، يبقى أنا عايزها معلوم يبقى take number C. Have the nurse take يعني أجعل الممرضة تأخذ درجة الحرارة. طيب رقم 11 بيقول لي I know the shop assistant to give me discount أنا البياع إن هو يعمل لي تخفيض. تعال نشوف I made the assistant to ما تنفعش خالص. طب ليه يا مستر؟ عشان made مفعول مصدر وهنا في to. نفس القصة برضو لو كان هنا let كنا استبعدناها برضو. طيب الحاجة التالتة إن كلمة had ما تنفعش لأن had the assistant give من غير to. allow عايزة برضو معاها to فهنا ينفع ناخد allow. طيب got ينفع معاها تو. انا كده محتار بين اتنين يا الاو او جود. هترجم انا سمحت له ان هو يعمل تخفيض ولا انا جعلته يعمل تخفيض؟ الطبيعي انك جعلته، مش هينفع تقول سمحت له يعمل تخفيض، ده مش منطق. يعني ينفع تقول انا سمحت له ان انا استخدم موبايله؟ ما ينفعش. طيب the teacher got the students the point to make it easy to memorize المعلم جعل الطلاب يكتبون، يبقى انت عايز معلوم يبقى got the students تو المصدر يبقى هنقول تو رايت. وعلى فكرة لو بدل got هنا had كنا هنقول had the students right. 14 I not both of them take break from housework أنا كلاهما يعني يأخذ راحة من العمل المنزلي. ركز معي تعال نجرب كل الاختيارات ونشوف. لو أنا عايز got يبقى هنقول I got both of them to take، يعني كده معناه ينفعش. I told both of them to take برضو. Allowed both of them to take يعني كلهم عايزين to، مفيش غير made اللي تنفع علشان هي اللي بتيجي من غير to. 15 I was made the test again أنا جعلت أكتب، وأنت عارف إن was made دايما بعدها to المصدر فعشان كده هنقول to write اللي هي number A. طيب ليه to write؟ عشان make مفعول مصدر لكن be made to المصدر. 16 my hair cut when suddenly my phone rang أنا كنت بحلق شعري لما الكهرباء قطعت. خد بالك أنت الجملة دي كده معناها إن شعري كان يقص فده مجهول، فانا قدامي حاجه من اتنين اما هاف او اما جيت. طب ما هو رصيل الاربعه هاف. تعال نشوف السياق. انت بتقولي لما عندما التليفون رن انا كنت احلق شعري، فمعنى كده انك عايز ماضي مستمر فهتقولي was having، وعلى فكره كان ممكن اقول was getting. I will have to not the heater repaired repaired دي تصريف ثالث يبقى انا عايز كده مجهول، اذا انا هقول have the heater repaired او get the heater repaired وانا قدامي من الاختيارات دي have. When you order the tickets Can you have them to my work address؟ عندما order tickets يعني عندما تطلب التذاكر can you have them هل يمكنك أن تجعلهم يرسلون إلينا؟ يبقى have them والتصريف الثالث يبقى have them sent. على فكرة كان ممكن أقول can you get them sent برضو. خد بالك have و get sent، طب ليه؟ عشان ده مبني للمجهول. وخد بالك أنا ممكن أقول لك برضو can you have a man sent أو get a man to send يعني يجعل رجلا يرسل معلوم. If I had been able to afford it لو أنا كان بإمكاني أتحمل النفقات I would have the carpet replaced تصريف ثالث. إذن أنا عايز get the carpet replaced أو have the carpet replaced. أنا من الاختيارات هنا مديني got. We had a web designer our website جعلنا مصمما يصمم ده معلوم يبقى أنت عايز مصدر اللي هي make. وخد بالك هو لو كان قالك we got كنا خدناها to make. لاحظ ان في ميك A و B طبعا هتشطب واحدة من دول هي A و B الاثنين نفس الكلمة ميك ميك برضو. طيب 21 We should a new logo designed before we can launch the new product قبل ما نطلق المنتج الجديد فنحن يجب ان نجعل اللوجو يصمم. والله ديزاين تصريف تالت فانا كده ممكن استخدم have وممكن استخدم get الاختيارات فيها have. You should have something not to your hair لازم تعمل حاجة لشعرك ده. It looks horrible شكله فظيع يبقى have something وتصريف الثالث يجب أن يفعل شيئا بشعرك. Call us and you will get your old fridge for free اتصل بنا ونحن سوف نجعل التلاجة توصل يبقى collected مجهول. We had our flat while we were away on holiday نحن جعلنا أو نحن جعلت شقتنا يعني تسرق مجهول يبقى had our flat burgled number C عشانها تصريف تالت وعشان كده برضو احنا خدنا had مفعول تصريف تالت وكان ممكن get مفعول تصريف تالت. I had my wallet while I was doing the shopping أنا
حافظتي سُرقت، يبقى I had my wallet stolen. وعلى فكرة كان ممكن أقول I got my wallet stolen. We couldn't pay anyone to decorate the house. نحن لم نتمكن من أن نجعل أي شخصا يزينه. معلوم وأنا قدامي to، فهاخد get مفعول to المصدر. على فكرة لو ما فيش هنا get وهنستخدم have، كان المفروض تبقى الجملة we couldn't have anyone clean أو reduce أو play مصدر يعني. That is the place where I my nails done. ده المكان اللي أنا أجعل فيه my nails. nails اللي هي المسامير، يعني عايز أقولك هذا هو المكان الذي أجعل فيه المسامير تثبت. والله قدامي هنا done تصريف ثالث، فأنا عايز have أو get، وأنا في الاختيارات قدامي get فقط، قاعدة من أبسط ما يكون. I had my lunch cooked. الجملة دي من غير ما نقرأها، من غير ما نشوف الاختيارات، احنا عارفين ان had my lunch cooked معناها ان في حد عمل لي اكلي. طب انا عايز بدل had يا مستر اقول I got، ينفع برضو؟ ايوه I got my lunch cooked، يعني انا جعلته غذائي يطبخ. تعال نشوف. I cooked my lunch، الاولانيه دي ما تنفعش لان انت عملتها بنفسك كده. طب نمبر سي، I got my lunch cooking، لا عارف لو هي got my lunch cooked كان اخدناها. Someone cooked my lunch for me. معناها ان شخصا طبخ غدائي الي. طب نمبر دي، I got cooked، لا ما ينفعش. اذا الاجابه كده نمبر بي، He might get his offer not، هو ربما عرضه يقبل. والله يقبل دي مبنيه المجهول كده، يعني المفروض ان انا عايز تصريف ثالث، وعشان كده هنقول accepted. وانتبه كان ممكن نقول He might have his offer accepted. She wants her house، هي تريد منزلها، ان يلونه. ركز في دي، كلمة want يعني يريد، ممكن بعدها to المصدر لو معلوم، to be past participle لو مجهول. رقم واحد. رقم اتنين، ممكن نستخدم سياق عايزك تكتبه want something done. want something done، عايز اقول لك ان الراجل السكرتير يريد التقرير مكتوبا، او يريد ان يكتب التقرير، فهنبقى the secretary wanted the letter او the report typed. طب هنا want her house painted number A. بس خد بالك لو انا قلت لك I wanted احمد to paint، اردت احمد ان يلون منزلي. I my oil changed by the mechanic، انا الزيت يغير بواسطة الميكانيك. طيب انت قدامك هنا change التصريف ثالث، فانا ممكن استخدم have وممكن استخدم get في الاختيارات. هنا قدامي had. Mary had John the carpets. Mary جعلت جون تنظفه. معلوم يبقى انا عايز vacuum اللي هي نمبر A، وبمناسبة vacuum cleaner اللي هي المكنسة الكهربائية. I got my film A by the camera shop. أنا جعلت الفيلم يحمض. يبقى أنت عايز مجهول، يبقى got the film developed اللي نمبر C، يجعل الفيلم يحمض. طيب بعد كده I made the manager make مفعول مصدر، يبقى sign نمبر C. sign معناها يوقع على. contract يعني عقد، وكلمة contract يعني يصاب بمرض. لما نقول she contracted coronavirus يعني أصيبت بمرض كورونا فيروس. I got the stain، أنا جعلت البقعة تزال، أنا أزلتها يعني، يبقى I got the stain take took taken، فأنا هناخد taken تصريف ثالث. وكان ممكن أقول I had the stain taken. She not her eyes checked by the optometrist اللي هو طبيب العيون يعني. هي جعلت عينها تفحص، يبقى أنا عايز هنا ما دام تصريف ثالث، فأنا ممكن آخد have وممكن آخد get. الاختيارات مديني had. We had our house by famous architect. نحن جعلنا منزلنا يصمم يعني مجهول، فناخد designed. خد بالك designed عشان مجهول، لكن لو معلوم كنا قلنا design. Your meal prepared before you went home، خد بالك ده سؤال، فانا عايز اسال سؤال، يبقى نقول له had you. ما ينفعش ليه؟ عايزين فعل مساعد فاعل، هو مديني فعل مساعد فاعل، ما فيش فعل في الجمله. طيب الثانيه had you had، يعني هل جعلت، يبقى نمبر بي اللي صح. طب امتى ناخد do you have؟ ده لو مضارع. طب ليه ما ناخدهاش؟ عشان هو قال لك في الجمله هنا went ماضي، وبرده ما ينفعش ناخد have عشان في ماضي. طيب 39 بيقول لك he is very persuasive، يعني هو مقنع. he got not to join his team، كونه مقنع فهو اقنعني انا، فعشان كده نقول got me. طب نفترض ان الجمله دي مكتوبه بشكل تاني، مثلا اقول لك he is ambitious، يعني هو طموح، يبقى جعل نفسه، كنا هنقول he got himself. have my letters not، خد بالك ده سؤال، ده رقم واحد، ده سؤال. ثانيا هو عايز يقول لك هل الخطابات ارسلت، يبقى have و has مفعول بين past participle. طيب ليه ما ناخدش posted؟
عارف لو انت قلت لي have my letters posted يعني معناها اجعل خطاباتي ترسل. طبعا ده سؤال مش جملة خبرية. لو انت قلت لي اجعل خطاباتي ترسل فكان المفروض يبقى في الاخر نقطة، يعني لو الجملة دي اخرها نقطة كنا خدناها posted، لكن اخرها علامة استفهام فده سؤال، فده معناها هل خطاباتي ارسلت. have you let have my letters not please، هل خطاباتي ارسلت من فضلك؟ يبقى انا هنا عايز ارسلت يبقى posted عشان تصريف ثالث مجهول. she got someone the house، هي جعلت شخصا you لونه معلوم يبقى get شخص to المصدر. I got my car for a fortnight ago، انا جعلت سيارتي تفحص يبقى serviced number C. have you ever had anything from your house، هل انت شيئا ما سرق يبقى have anything stolen، وكان ممكن get بدل have. the park manager wants to the plant is watered every day، مدير الحديقة دي يريد ان ايه في النباتات ان احنا نرويها يعني كل يوم. خد بالك انا هنا في الجملة قدامي water تصريف ثالث، فممكن اقول have the plant is watered وممكن اقول get the plant is watered، بس هنختار have هي الموجودة. the manager a technician، المدير جعل الفني to install، to install دي يعني قدامك to والمصدر، وده معناها ان حضرتك عايز get وعشان كده هنقول got number C. طيب ما هو في اتنين، في get وفي got، نرجع تاني ونترجم. the manager a technician to install a new computer program، طبعا got فعلا طبعا عشان ما ينفعش نستخدم get، المفروض كانت تبقى gets عشان المانجر مفرد. احمد not his house painted last week، احمد جعل منزله يلون، يلون ده مجهول يبقى انا عايز would عايز had او عايز got. طيب ما هو كلهم موجودين، تعال نشوف بقى، قال لك last week الاسبوع الماضي، ماضي بسيط يبقى هنقول had. طيب رقم 48، do I have this bill now، هل ينبغي ان ادفع هذه الفاتوره الان، يبقى have to والمصدر، وخد بالك دي مالهاش علاقه بالسببيه، have to pay يعني يجب ان يدفع، والجمله معناها هل يجب ان ادفع فاتورتي. في رقم 49، have your assistant these letters immediately، طبعا دي جمله خبريه يعني ماهيش سؤال، وبالتالي انا عايزك تقول له اجعل المساعد يرسل، وبالتالي نقول له have your assistant send، لكن لو اخرها علامه استفهام كنا هنقول له had او have يعني your assistant sent لو كانت سؤال. never let yourself into such a trick، لا تسمح لنفسك بان تقع، يقع ده معلوم يبقى المفروض نقول فول نمبر A. 51، he will get us on the report، خد بالك بقى في الحته دي، في الجمله دي المفروض نستخدم to work، طب ما لناش في الاختيارات فهنستخدم working. طب ازاي؟ لما نقول get شخص او شيء وبعدين ing معناها يقنع او يجبر، يعني ممكن اقول لك هنا he will get us to work او he will get us working، ودي مش موجوده في المنهج ولكن اعرفها حاجه مفيده. 52، he is funny he had us all during the meal، هو مضحك جعلنا جميعا نضحكوا، يبقى انا اقول had us laugh، مفيش laugh في الاختيارات يبقى laughing، نفس فكره الجمله اللي فاتت، انا ممكن اقول get او have وشخص او شيء وبعدين فعلا نروح ل ing. 53 بيقول لك I had my brother clean my room، جعلت اخي ينظف غرفتي. تعال نجرب كل الطرق الاول قبل ما ننزل الاختيارات، هو هنا جاب had فعشان كده جاب clean master، طب لو got كنا نقول to والمصدر. تعال نشوف I got my brother clean، لا المفروض تبقى I got my brother to clean. طب الثانيه اللي هي رقم بي I had my room clean، جعلت غرفتي تنظف، ينفع دي. I made my brother clean، make مفعول مصدر، ينفع، يبقى الاجابه كده بي and سي. 54 I water the plants every day، انا باروي النباتات كل يوم، الجمله دي معناها I have the plants watered، لا طب ليه انت في الجمله قلت لي انا باروي بنفسي تحت، هنا في رقم ايه بيقول لي انا اجعل النباتات تروى، يبقى رقم ايه غلط. طب رقم 2 اللي هي بي nobody helps me water the plants، يعني لا احد يساعدني في ري النباتات، ورقم بي هي اللي صح. طب ليه الباقيين غلط؟ طب نمبر سي I get the plants watered، ده هي من حيث القواعد صح، بس ده معناها اني اجعل النباتات تروى، وهو ما قالش كده في الجمله، وقال لك انا اللي بروي بنفسي. 55 آية has her sister iron her clothes، آية تجعل اختها تكوي ملابسها، ده معناها ان آية has her clothes iron، لا تبقى آية has her clothes ironed. طب بي آية gets her sister iron، غلط، كان المفروض تبقى آية gets her sister to iron. طب سي آية got her clothes ironed، صح، اللي هي رقم
رقم سي، عشان جيت مفعول والتصريف التالت. بس السؤال بقى، هو جوت زمانها ايه؟ زمانها ماضي. طب الجمله الاصليه قال لك فيها ماضي ولا مضارع؟ هقول لك اي هاز، يبقى ده مضارع. اذا رقم سي ما تنفعش، رقم سي صح من حيث القواعد لكن بره معنى الجمله. طب الاخيره طبعا اللي هي صح، اي هاز هير كلوز ايرند، عشان ده مضارع والجمله اصلا مضارع. طب نفترض يا مستر نقول اي هاد هير سيستر ايرن، كنا هنقول اي جوت هير سيستر تو ايرن، او اي جوت هير كلوز ايرند. 56 تو من patiently my house yesterday، تو من painted my house yesterday. ده معناها ان I had to paint، لا عشان انت بتقول لي في الجمله الاصليه رجلين دهنا لونا منزلي. طيب I get my house لا مش ينفع لان get مضارع والجمله ماضي. I had my house painted، صح، ما هو جعل المنزل يلون، يبقى had مفعول باست بارتيسيبل اللي نمبر سي. طيب بعد كده رقم 57، someone had cleaned the floor for me، حد نظف لي الارضيه، حد كنس لي الارض. ده معناها ان I had had the floor cleaned، ولا I had got the floor cleaned، ولا the floor had been cleaned for me، ولا all answers are correct. لو انت قرأت الجمل دي واحدة بواحدة هتلاقي ان كل الاجابات صح، يعني كده all the answers are correct. طيب اول واحدة صح ليه بقى؟ عشان had مفعول تصريف تالت، والتانية had got ومفعول تصريف التالت، والتالتة had been past participle يعني had been cleaned for me، نظفت الي. طيب رقم 58، The barber is going to cut my hair، الحلاق سوف يحلق شعري. ده معناه ان I'm going to have my hair cut، طب التانية I'm going to be، لا ملاش علاقة. طب التالتة I'm going to cut my hair، ما ينفعش اقول لك I'm going to cut، كنت قلت لي I'm going to get my hair cut او to have my hair cut. 58 بيقول لك، 59 بيقول لك Did you paint the house yourself، هل انت لونت البيت بنفسك؟ فهو رد عليك قال لك Yes I had it painted، هو قال لك هو انت عملت بنفسك؟ فانت هتبدا تقول له حد عملها لي، طبعا مش منطق. طب رقم بي، No I had it painted، لا ده حد عملها لي. رقم بي الاجابه الصح، لانك انت لو اخترت رقم ايه معناها انا عملتها بنفسي، بس هو في السؤال بيقول لك هو انت بتلون بنفسك. طب رقم سي، رقم سي No I had painted it، لا كنا المفروض نقول نو اي هاد ات بنتد. طبعا اول انسرز دي مش موجوده معانا. خلصنا الحمد لله رب العالمين. كده نبدا نتوكل على الله، ندخل على الامتحان مباشره. اول سؤال في الامتحان طبعا بعد النقط لما يكون في كاما كده في اول الجمله يا شباب دماغك تاخدك مباشره على انه عايز ظرف، فوانت مغمض هنا هتستخدم كلمه تكنيكالي، بس تعالى نترجم برضو نعرف ليه. تكنيكالي معناها فنيا. The two countries are still at war، البلدين ما زالوا في حرب. As a peace treaty was never signed، لأنه لم يوقع بينهم اتفاقية سلام. What they did wasn't at all، ما فعلوه لم يكن expected متوقعا. طيب لكن expecting معناها متوقع، يتوقع يعني. نقط define يعرف يعني. Wait as the force of gravity acting on the object، مين اللي بيعرفه الوزن على ان هو وقوع الأشياء على الأرض بفعل الجاذبية؟ اكيد الفيزيكس اللي هم علماء الفيزياء. فاربعة بيقول لك she was alleged stolen goods، بضائع مسروقه يعني. when the police arrested her، عندما قبض عليها. انت عايز تقول بالعربي كده لما البوليس قبض عليها كانت بتبيع، يعني الموضوع فيه مستمر، عشان كده قلت have been selling، يعني قبض عليها بينما كانت تبيع بضائع مسروقه. خمسة she showed great courage during her long ايه، هي اظهرت شجاعه كبيره اثناء مرضها او فتره مرضها الطويل. حاجة تفهم ان كلمة مرض لما تشير للمرض لفترة المرض نفسها بنستخدم كلمة illness. طب لما تسمي المرض بنستخدم disease، فعشان كده بنقول lung disease heart disease وهكذا. في رقم 6 بيقول لك there is a lot of work today، هناك الكثير من العمل today اليوم. do doing be done to do، معنى الجملة بالعربي وعايز اقول لك ان هناك الكثير من الاعمال التي يجب ان يقام بها، يبقى work to do. طيب امال عايز اقول لك هناك الكثير من الاعمال التي تم القيام بها، كنا هنقول there is a lot of work done today. done يبقى معناها اتعمل الكلام ده. علي gave احمد a not look warning him to remain silent،
علي أعطى أحمد نظرة تحذيرية، يبقى threatening look، نظرة تحذيرية. Did you wash the car yourself؟ هو أنت غسلت العربية بنفسك؟ قال no I، لا ده أنا غسلتهاش بنفسي، ده أنا جعلتها تغسل. يبقى I got my son to do it، والاحتمالات التانية got it washed، had it washed، had my son wash it، كلهم ينفعوا. We can't go along the road because the A says no parking أو no entry. ما ينفعش ندخل من المكان ده لأن مكتوب يافطة مكتوب عليها ممنوع الدخول، واليافطة اسمها sign. 10. The airline for its cabin crew by famous fashion designer. بقول لك إن الخطوط الجوية دي let a new uniform design تسمح للزي أن يصمم؟ طبعًا لأ. got new uniforms designed كانت نفعت، لكن كده رقم بي غلط. had new uniforms designed رقم سي معناها تحصل على اليونيفورم مصمما. after two weeks of nurse of using the drug، بعد اسبوعين اتنين من استخدام العقار، the wrinkles have، التجاعيد اللي في الوجه been reduced، تم تقليلها بشكل ملحوظ، بشكل ملحوظ يبقى visibly. her father was said the money from an old friend a week ago. A week ago يبقى ده ماضي. إذن يبقى هنقول was said to have، والتصريف الثالث يبقى was said to have borrowed اللي هي نمبر B. طيب رقم 13. Tamer operated by people's confidence and then taking their money. لاحظ ان and then والفعل مضاف له ing، فلازم قبلها ing، الاختيارات كلها ing، بس هو عايز يقول لك ان تامر بيكسب ثقه الناس وبعدين يضحك عليهم في الفلوس، وبالتالي هنقول مع confidence بنقول gain confidence، يعني يكسب الثقه، gain popularity، وممكن نقول gain in popularity بمعنى يزداد. 14. I still remember to hospital after falling off my bike I was about 10. خد بالك الجمله دي عايز يقول لك انا اتذكر انني اخذت، اخذت ده مبني المجهول، وبالتالي هنقول I still remember being taken. He had seriously abused his position as a doctor by patient's personal details. عايز يقول لك يعني ان انا جعلته او انا I had seriously abused، انا انتهكت يعني وظيفتي بشكل كبير as a doctor، كدكتور، عن طريق ان انا بعمل ايه في اسرار المرضى، releasing، عن طريق كشف او نشر. He just wanted fairly by other people. هو يريد أن يعامل، يبقى want to والمصدر أو المجهول تبقى want to be والباست بارتيسيبل، فنقول he just wanted to be treated، يريد أن يعامل بحرية أو بشكل جيد من الناس. He was not when he discovered the conditions in which she lived. هو كان إيه لما هي، لما هو اكتشف الظروف اللي هي عايشة فيها. كان qualified مؤهل، horrified مفزوع، simplified مبسط، ولا clarified معناها موضح أو واضح. إذن horrified كان منزعج، كان زعلان، كان مرعوب لما سمع الأخبار. Did علي repair your roof؟ هل علي صلح لك السقف؟ فأنت قلت له no we not by a builder that he knows. builder بناء، يعني معنى كده نحن عايزين نقول هو إحنا نحن جعلناها يقام بها، وبالتالي هنقول we had it done. طب إمتى ناخد got؟ لو كان هنا في got كنا خدناها قلنا got it done، وكان ممكن نقول had someone do أو get someone to do. I have forgotten when you were saying what you were saying. أنا نسيت اللي أنت كنت بتقوله. Before we were so rudely، لما إحنا so rudely interrupted، يعني تمت مقاطعتنا بشكل سيء. إحنا كنا بنتكلم، حد دخل قاطعنا، فأنا نسيت أنا كنت بتكلم في إيه. فعشان كده قالك أنا نسيت what you were saying، نسيت وما قلت تقوله. Before we were so rudely interrupted، يعني قبل أن نقاطع بشكل غير سليم. All the songs on this new album by Nada herself. كل الأغاني الموجودة في الألبوم ده كتبت، كتب يبقى was were والتصريف الثالث، وعشان كده قول written was written أو were written طبعا عشان دي songs. To register عشان تسجل please click the، اضغط على الرابط، الرابط اللي هو اسمه link. You should take your car to the mechanic، يجب عليك أن تأخذ سيارتك إلى الميكانيكي. To الأولانية who repair the brakes، الذي يصلح الفراملات يعني، ولا to repair the brakes لكي تصلح الفرامل، ولا to have the brakes repaired لكي تجعل الفرامل تصلح.
ولا ريبير ذا بريكس، يصلح الفرامل. هو في الجمله الاصليه بيقول لك انت المفروض تاخد العربيه دي للميكانيكي تو have the brakes repaired، عشان to have شيء بس participle. طيب سؤال يا مستر، ليه ما ناخدش رقم ايه؟ ما انا ممكن اقول لك انت يجب ان تاخذ السياره للميكانيكي الذي يصلح الفرامل، بس هنا المفروض تبقى هو ريبيرز عشان عايد على الميكانيك. Why doesn't the government do something about the fuel prices؟ هو ليه الحكومه ما بتعملش حاجه لاسعار البترول المتزايده المتناميه الصاعده؟ يبقى rising. The criminal for further questioning but as he had a heart attack، لأنه أصيب بأزمة قلبية فتم أخذه المستشفى. المهم أن المجرم جوعي لا يرد على، يبقى has been holding ولا was to have hold ولا was to have been hold، يجب أن يمسك مجهول، يبقى نمبر سي. نيجي بقى للسؤال القطعة. تعال نقرأ القطعة سريعا مع بعض كده ونشوف الكلمات اللي فيها وبعدين نطلع على الأسئلة إن شاء الله. The teen years can be extremely tough. سنوات المراهقة يمكن أن تكون شديدة جدا. And depression affects teenagers far more often than many of us realize. وقد يؤثر الاكتئاب على الأطفال المراهقين يعني بشكل أكبر مما قد نتخيل. In fact، في حقيقة الأمر، it is estimated that one in five adolescents from all walks of life will suffer from depression at some point during their teen years. وفق دراسات يعني، فيتم تقدير بأن واحد من كل خمسة من المراهقين يصاب بالاكتئاب في بدايات حياة مراهقتهم. However, while depression is highly treatable، برغم أو لأنه الاكتئاب ده هو يمكنه أن يعالج بشكل كبير، most depressed teens never receive help، إلا أن بعض الأشخاص اللي عندهم اكتئاب لا يتم علاجهم على الإطلاق، يعني أصلا ما يتمش تلقيهم علاج، محدش بيعرض لهم علاج. teen depression goes beyond moodness. التين الاكتئاب عند الأشخاص المراهقين قد يصل لحد أكبر من الكآب. Moodiness دي معناها الكآب. It's a serious health problem that impacts every aspect of a teen's life. هو مرض من الأمراض الخطيرة اللي بتأثر على كل مظاهر حياة الشخص. Fortunately, it's treatable. من حسن حظنا إن هو يتم علاجه قبل العلاج. And parents can help. والآباء يمكنهم أن يساعدوا في هذا الأمر. Your love guidance. فإنك في حبك وإرشادك and support ودعمك can go a long way towards helping your teen. ممكن يساعده بشكل كبير جدا في مساعدة طفلك لأنه يتغلب على الكآبة and get their life back to track، وتستعيد حياتهم لمسارها صحيح. Unlike adults، على عكس الأشخاص المراهقين، who have the ability to seek assistance، الأشخاص على عكس الأشخاص البالغين اللي بيكون عندهم القدرة إن هم يطلبوا المساعدة، teenagers rely on parents. يعني الأطفال المراهقين بيعتمدوا على والديهم. يبقى انت كده عندك فئتين، الادلتس البالغين بيعرف يطلب مساعده ويقول لك انا مصاب، لكن الاشخاص المراهقين ما بيعرفش يطلب مساعده or other caregivers، طبعا محتاجين مساعده من الوالدين او الناس اللي بتدي رعايه to recognize their suffering and get them the help they need. الناس تديهم مساعده اللي هم محتاجينها. But that is not always easy. طبعا ده موضوع مش سهل دايما. For one, على سبيل المثال يعني teens with depression don't necessarily appear sad. الأشخاص المراهقين اللي بيكون عندهم اكتئاب ما بيظهروش إن هم حزينين أصلا. Irritability, anger and agitation may be the most prominent symptoms. فالirritability اللي هي سرعة الغضب، والغضب يعني أصلا عادي الطبيعي بتاعهم. And agitation والهياج أو إن هو يكون عنده حالة من الثوران may be the most prominent symptoms، ممكن يكون دول أكتر الأعراض ظهورا أو وضوحا. Depression is very damaging when left untreated. الاكتئاب ده ممكن يكون مرض مدمر لو تركه دون علاج. So don't wait and hope that worrisome symptoms will go away. لازم تتحرك عشان الأمراض أو الأعراض دي تنتقل أو تبعد بعيدا عنك. If you suspect that your teen is depressed، لو أنت شكيت مجرد شكوك إن ابنك المراهق عنده اكتئاب، bring up your concerns، لابد انك انت تبدأ تقلق
in a loving non-judgmental way، بطريقة محبة وغير حاكمة، يعني ما تحكمش عليه إن هو مصاب إلا لما تتأكد. Even if you are unsure that depression is the issue، لو أنت حتى متأكد إن الكآبة دي أو الاكتئاب اللي عند الطفل ده مش هو القضية يعني. The troublesome behaviors، السلوكيات اللي فيها مشاكل، and emotions والمشاعر أو انفعالاتهم، you are seeing are signs of problem that should be addressed. الحاجات دي عبارة عن علامات أو إشارات لمرض أو مصيبة عند الطفل لازم يتعالج. Open up a dialogue by letting your teen know what specific depression symptoms you have noticed. افتح معاهم حوار عن طريق إنك تعرفهم عن الأعراض اللي أنت شفتها عليهم and why they worry you، وليه أنت قلقان. Then ask your child to share what they are going through. وبعدين اطلب منهم ان هم يشاركوك في الحاجات اللي هم بيمروا بيها من خبرات ومواقف. And be ready and willing to truly listen. خليك كده مرحب وجاهز انك تسمعهم حقيقة. Hold back from asking a lot of questions. But make it clear that you are ready and willing to provide whatever support they need. خلي عندك قدرة انك انت تقدم لهم الدعم اللي محتاجينه مش بس تسألهم أسئلة. Depressed teens tend to withdraw. فالأطفال اللي عندهم اكتئاب بيكونوا عندهم رغبة في الانسحاب. Withdraw دي ما هينسحب. From their new friends، من أصدقائهم. And the activities they use، ومن الأنشطة التي يقومون بها، اللي هم مين they؟ عايد على الأشخاص teens used to enjoy، بيهربوا من الأنشطة حتى اللي بيستمتعوا بها. But isolation only makes depression worse. لكن العزلة تجعل هذا المرض أكثر سوءا. So do what you can to help your teen reconnect. اعمل كل اللي تقدر عليه عشان تخلي ابنك ده يرجع تاني للطبيعة. Doing things for others is a powerful antidepressant. يعني ان هم يعملوا الاشياء للاخرين هي واحد من الاشياء اللي بتكون علاجا للدبريشن. And self-esteem booster، وحاجة كده بتحفز الثقة بالذات. Help your teen find a cause they are interested in and that gives them a sense of purpose. خليهم يجدوا سبب كده ان هم يعملوا حاجة مفيدة and give them a sense of purpose، وتجعلهم يشعرون بالهدف، يعني اللي بيعملوا حاجة لها قيمة او هدف. If you volunteer with them، لو انت تطوعت معهم، it can also be a good bonding experience، فقد يكون ذلك خبرة من خبرات الترابط الجيدة. خلص الحمد لله كده القطعة. طبعا القطعة دي لا غنى عن انك تقرأها لوحدك، انا قراءتي للقطعة مش هتفيدك اي حاجة خالص، بس انا بقرأها عشان يعني تعرف احنا بنقرأ القطعة وبنحللها ازاي. قطعة محتاجة انك تقرأها مرة واثنين وثلاثة. اول سؤال: According to the passage، one of the evident characteristics of a depressed teen is، واحد وفقا للقطعة، فان واحد من الاسباب او واحد من الادلة او واحد من الخصائص القوية، واحد من الخصائص القوية على الأشخاص المراهقين اللي عندهم مرض الكآبة، واحد منهم absence of social contact، اللي هي نمبر C. أنا طبعا قرأت الاختيارات دي مرة واثنين وثلاثة على فكرة قبل ما أحللك، ها؟ يعني أنت ما ينفعش تقرأ الاختيارات مرة واحدة وتروح جاري على الحل إطلاقا. واحدة من الحاجات الخصائص اللي عند الأشخاص دول إن هم بيهربوا من الاجتماع أو التواصل مع الأفراد. The best title for this passage is، أفضل عنوان ممكن تختاره هنا القطعة دي، اللي هو adolescents and depression، المراهقين والاكتئاب. نمبر اللي بعد كده نمبر 2، يعني المفروض نمبر 3 يعني. One of the things that greatly help teens، واحدة من الأشياء اللي بتساعد المراهقين overcome their depression، يتغلبوا على المرض ده، إن هو do things to help others، اللي كانت آخر قطعة أو آخر جزئية في القطعة. A word in the passage that's closest in meaning to the word problem، كلمة من القطعة بتديني معنى كلمة problem، عدينا عليها كلمة issue. The closest antonym، عكس الوحيد أو الدقيق لكلمة powerful. Powerful يعني قوي، عكسها طبعا يسفل مفيد، hopeful آمل، لو في القانوني يبقى ineffective يعني غير مؤثر أو غير فعال. استخدام powerful يعني قوي أو فعال، يبقى عكسها غير فعال. The underlined word they، كلمة زي هنا بتشير زي ما اتفقنا لكلمة teens. We understand from the passage that depression is a common health، نعرف ان هو مرض ايه، مرض ذهني، لو mental. اكتئاب ده مرض ذهني مش بدني. According to the passage، which of the following things parents should not do، المفروض ايه الاولياء الامور يعملوا كل حاجه ما عدا اول واحده كده. Parents should ask their depressed children a lot of questions. لا ده هو قال لك في القطعه انك ما تسالهوش اسئله كتير، المفروض تبدا تشتغل على انك تعالجه. According to the passage، which of the following is true، ايه من دول بيكون صحيح. Depression is treatable، قال لك ان هو يمكن علاجه، وبالرغم من ذلك فالناس ما بتاخدش بالها وما بتحاولش تعالجه. الجمله اللي هي sense of purpose دي معناها to help people،
do their best and want to achieve more، ان الناس تعمل قصارى جهدها وتحاول تبذل اكثر. القطعه بقى بيقول لي، القصه بيقول لي سابت showed his outstanding persuasion، سابت اظهر قدراته العاليه على الاقناع. When he not after the king had been killed، لما عمل ايه لما الملك مات، لما هو got Rassendyll to continue pretending to be the king، لما اقنع Rassendyll يكمل دور الملك. سابت lied to Feller when he told him that Rassendyll injury happened because، سابت كذب على فيلر لما قال له ان اصابه Rassendyll دي بسبب ايه، ان Rassendyll caught his finger in a door، حتى ساعتها طلب منه ما يقولش لحد عن الموضوع ده. سابت believed that Strelsau would belong to Michael within 24 hours if، سابت كان مقتنع ان Rassendyll ان Strelsau هتكون ملك المايكل خلال 24 ساعه لو حصل ايه. poor people stood supporting the king، لا طبعا there were no king، لو ما كانش ملك فعلا دي موجوده. Rassendyll stopped pretending to be the king، فعلا يبقى رقم بي وسي. يبقى سابت شايف ان Strelsau دي هتبقى ملك المايكل في حالتين، لو ما لناش ملك في Strelsau، ولو Rassendyll توقف عن تمثيل دور الملك. Rassendyll وسابت carried out sudden attack on Michael's men at the hunting lodge with the result that، هما الاثنين بدأوا يعملوا هجوم على الرجال مايكل عند الهانتنج لودج. بسبب ايه بالظبط؟ بسبب ان رجال مايكل قتلوا جوسف، يبقى معنى كده ان هما هجموا Rassendyll وسابت هجموا على رجال دوك مايكل. طب ايه النتيجه بقى اللي حصلت؟ النتيجه اللي حصلت ان تو اوف مايكلز مين ضايع، اتنين من رجال مايكل قتلوا. افتر نوينج ذات ذا كينج هاد بين كيدنابد، بعد ما عرفت ان الملك تم خطفه، سابت اخبر Rassendyll ذات زي ماست ليف هانتنج لودج اند كويكلي جو اور، والا زي وود بي كوت باي مايكلز مين، هو ساعتها قال له لو قعدنا هنا هنقتل لكن لو هربنا هننجو. مايكل اند هيز مين وود دو نوثينج تو ذا ريل كينج، اف مايكل ورجالته لا يتمكنوا من ان هم يعملوا حاجه غلط للملك طول ما Rassendyll ريمينت ذا كينج، اللي هي نمبر بي. رايدنج كويكلي ثرو ا جاب بتوين مايكلز مين، Rassendyll لما هو مشي بين فجوه اللي بين رجاله مايكل، Rassendyll تمكن من انه افويد بينج ترابد، انه يتجنب من ان يقام عليه ان هو يتعمل له فخ. نوينج ذات مايكل هاد كيدنابت ذا ريل كينج، لما بعد ما عرفت ان مايكل تم خطف الملك، فريتز واز اوف ذا اوبينيون ذات، فريتز كان عنده راي واحد ثابت فقط ان زي ماست اتاك او زي ماست بلان تو اتاك مايكل، وساعتها رد عليه سابت شباب وقال له وي ماستنت دو اني ثينج رونج. On the way back to the capital, Saft and Rassendyll stopped at a farm. وقفوا في مزرعة. Not wanting the farmer to recognize Rassendyll، عشان Rassendyll عايز الفلاح ده ما يعرفش هو مين. Covered his face and said that he had bad tooth، غطى فمه ووجهه عشان يقول للراجل ده أنا عندي أسنان تؤلمني. It seemed that Rassendyll's killing two men at the hunting lodge was، يبدو أن لما Rassendyll قتل اتنين من رجالة مايكل، من رجالة دوك مايكل يعني عند الهانتنج لودج، was in relation for this of Joseph، هما اصلا عملوا كده انتقام ليوسف. الترجمه بقى، some studies have indicated، يعني اظهرت يعني that the use of pesticides، ان استخدام المبيدات الافات even at low doses، حتى بجرعات منخفضه، can increase the risk of certain cancers، ممكن يسبب الاصابه بانواع مختلفه من السرطانات such as leukemia او leukemia ديت اللي هو دم اللي هو سرطان الدم. اول واحده كده بقول لك انكرت يعني كده من اولها غلط، لانه ما قالش انكرت، هو قالك في الجمله هنا indicated. طيب الجمله الثانيه، اوضح بعد دراسات انواع معينه من السرطان مثل سرطان الدم تتطلب، لا غلط، هو قالك هنا تزود مش تتطلب، يبقى رقم بي برضو غلط. الثالثه، اوضحت بعد دراسات ان الجرعات الصغيره من مبيدات الافات يمكن ان تقلل من خطر الاصابه بانواع معينه من السرطانات مثل سرطان الدم. الثالثه ديت حلوه ولكن فيها مشكله، ايه هي؟ ان كلمه تقلل دي موجوده وهو قالك في القطعه تزود، يبقى كده اصبح معانا نمبر دي اللي صح. التوتر من ألد أعداء المخ، وقد بينت بعض الدراسات حديثة أن هناك صلة القرابة أو صلة من التوتر وفقدان الذاكرة. تعال نشوف أول واحدة. بيقول لك stress is one of brain's worst enemies and some recent studies have shown that there is a link between stress and money lose. خب memory lose، الجملة دي كلها صح ما عدا كلمة lose الأخيرة دي. lose الأخيرة دي معناها واسع، طبعا احنا ما نتكلمش على اتساع الذاكرة. stress is one of the brain's worst enemies and some recent studies have shown that there is a link between stress and memory loss. يبقى كده نمبر بي دي اللي صح. طب التالتة لو انت قرأتها هتلاقي هنا قال لك there is a lack، وطبعا دي غلط، يعني التالتة هنا غلط عشان كلمة lack اللي فيها دي.
ولما تقرأ الرابعة هتكتشف إن فيها قال لك هاف بين شون، يعني أظهر. الدراسات مش أظهرت، الدراسات أظهرت، وبالتالي كده الإجابة هنا رقم بي. الحمد لله رب العالمين، خلصنا كده الوحدة التامنة. هنطلق تمام دلوقتي حالا على الوحدة التاسعة، أبدأ إن شاء الله أسجل فيها. أسأل الله لكم التوفيق والسداد إن شاء الله.